الآن أنتم في هذا البلد إجلال والله واجب عليكم كبير والله لا بد أن تتعلموا أن تعملوا أن تدعوا. أنت الآن في هذا البلد أنت داعية إلى الله شئت أم أبيت. كل مسلم في هذا البلد هو داعية إلى الله. لا نعم أنت الآن قد تدعو إلى الله ليس باللسان حتى بالعمل بالصدق بالأمانة نعم بالآداب بالأخلاق الكفار ينظروا إليك هل تشرب خمر؟ هل تكذب؟ ينتظر وقت الصلاة ينظر إليك هل تصلي أو لا؟ أحياناً أشياء يسيرة تؤثر فيهم ويسلموا بسبب عملك أنت إذن لابد أننا نتعلم الإسلام ونعمل به ندعو إليه تفتي لا لا تفتي لا تتكلم بما لا تعرف الذي تثق منه 100% هذا تدعو إليه يعني لو واحد الآن دخل وقال لهذا الأخ صلاة المغرب كم ركعة إيش يقول له أنا لا أفتي لا معروف هذا ثلاث ركعات لا نشك في هذا يدخل واحد الآن يقول أين القبلة يقول لا أدري هذا القبلة واضح الأمر أما تدخل مرأة تقول زوجي قال لي كذا وكذا هل أنا طالق نقول لا هذا يحتاج فتوى هذا يسأل مثلا عن التطعيم هذا يسأل عن حج نقول لا يحتاج فتوى إذن بعض الناس عندنا يتكلم حتى بما لا يعرف وبعض الناس لا يتكلم أبدا الصحيح الوسط لابد نتعاون هذا لا يصلي أو تأخر عن الصلاة أنا لا أتي لهذا أقول لهذا تأخر لا أبحث عنه لماذا تتأخر يا أخي أنا أساعدك لماذا لا تصلي هكذا لابد نجتمع إخواننا نتعاون أخطأ كلنا نخطئ لكن أنا أنصحه لا أفضح أمام الملأ أقول يا أخي أنت لماذا الآن هنا تصنع هكذا إذن لابد نفرق بين النصيحة والفضيحة باختصار الذي تحب أن يصنع الناس بك اصنع أنت معهم يا أخواننا الأمة الإسلامية قلب واحد جسد واحد لابد أننا نتعاون محمد صلى الله عليه وسلم
لا تسكت على الباطل ابدا، لكن لا تنكر الباطل بباطل، تنكر الباطل بالسنه. ثم لا تقتر بنفسك تقول انا اصلي انا افعل انا احسن من فلان، لا تقول هذا من فضل ربي. ترى انسان ما يصلي تقول يا ربي لك الحمد، يا ربي لا تفتني، يا ربي ثبتني. ثم تأتي إليه هذا تساعد حتى يصلي، لا تترك للشيطان. وعليه ولا فيصل